مساء الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الأربعاء استقرت الأجواء في عموم مناطق المملكة، وكانت الأجواء حارة إلى حارة جدا في عموم المناطق. أما نهار غد الخميس إن شاء الله بتأثر المنطقة الشمالية بحالة عدم الاستقرار الجوي، تتساقط على إثرها زخات من الأمطار مترافقة مع هبوب للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. نتعرف على صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي توضح وجود سحب، كميات من السحب العشوائية في مناطق عشوائية من المملكة ولكنها بدون أي فعالية. انتقالا إلى خرائط توزيع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية من نهار الأربعاء وحتى يوم السبت، بتشير إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وأجواء حارة إلى حارة جدا في عموم المناطق. ولكن يوم الخميس تأثر المنطقة الشمالية بحال عدم استقرار الجو، تهطل على إثرها زخات من الأمطار. نتعرف درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، بتسجل 31 تقريبا مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 44% وسرعة الرياح 17 كيلومتر في الساعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض لثلاثة أيام القادمين، بتسجل يوم الأربعاء تقريبا 43 نهارا 31 ليلا، يوم الخميس 42 مع أجواء غائمة جزئية 32 ليلا، اليوم الجمعة أجواء حارة جدا 42 نهارا و 32 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقة تفاصيل نشرات طقس العرب. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.